عسلامة الناس الكل. أول حاجة نحب نقدم بها روحي، اسمي رؤى ومواطنة تونسية بنت الشعب. علاش أنا خممت باش نعمل الفيديو هذية والحملة هذية؟ على خاطر باش نحكي على روحي وعلى برشا بنات وعلى برشا ولاد وعلى برشا أولياء، اللي احنا بعد عزنا وقدرنا ساعات ما نجموش نحكيو قدام أوليائنا حاجات تافهة جوست على خاطر نحشمو ونقدرو. أما مالوغوزمون فما ناس كيما نوف الورتاني وسامي الفهري وزوز اخوات الشابي وكان مغفص الاخر ومريم الدباغ في البرنامج نتاعهم نتاع الحقيقه ولا شو اسمه، يوصلوا يطيحوا قدر العباد هذوما بحكايات كيما حكايه ليله الدخله مع الناس، الشطيح والكلام الزايد واللغه اللي تحت الحزام واللغه المخشوشه، ويحبوا كان الحاجات الفاسده والزطلة والبنات والحكايات السكسوال، وانت ماشي على هكاكا لين توصل الطفلة ولا الطفل يحشم قدام ام وبوه، يبرد في بلاصتو ما عادش ينجم يتكلم، الام والبو زاد كيف كيف يحشمو القدر يتيح، التلفزة كانت تلمنا اما تو ولات تشتتنا جوست على خاطر ما عادش ننجم نقعدو مع عائلتنا نتفرجو في البرامج هذه. مش نحكي زادة على كاتيجوري اخرى، انه السيد علاء الشابي وخوه والجماعة هذوكم نفس العبيد يجيبوا في نوعين متاع عباد. النخبة الأولى هي النخبة المثقفة اللي قارين واللي خادمين واصلين شادين بلاد واللي عنده جوائز واللي قاري باك بلوس 20، يجيوا الشخصيات هذوما سيدك سامي الفهري والطرحة الأخرين يمبزوهم يشلكوهم يفركوهم يضحكوا عليهم الجمهور المصري اللي كانوا بعشرين دينار يخلصوهم توا ما نعرفش قديه باش يوصلوا يضحكوا على العباد يطيحوا لهم قدرهم، وهما شكونهم اصلا ولا شنو قارين معناها سامي الفهري ولا نوف الورتاني باش يتمانك على واحد بالمقام هذاك. وفما النخبة الاخرى الجماعة الزواولة اللي يجيو يعلم بهم ربي سي ديجا مقهورين من الدنيا ومن المجتمع ومن الحكايات، في عندي ما نقول لك البرامج الاخرى يبداو يحكيو على مشاكلهم، يجي على الشابي والجمهور متاعو الفظيع يتمنكوا على العباد يضحكوا ينكتوا على واحد يبكي على واحد يبدا مقهور ودموعه وكلامه معناها وحالته حليله، يجي هو يضحك عليه كاني معناها واحد عمره 16 ولا 17 سنه يتكومك في الحومه وهما فوق الخمسين سنه. ما فهمتش معناها شنو هو المستوى الرديء هذايا اللي هبط ولاو يلحسوا في الصبابط وفي القاعه جوست باش يعملوا البوز ويلموا الفلوس، معناها مستعدين يعملوا اي حاجه باش يطيحوا المجتمع هذايا جوست باش يلموا الفلوس. وانتم كيما تعرفوا الا ما تعرفوش وهاكم باش تعرفوا مع كل بارتاج مع كل كومنتير مع كل فيو قاعدين تدخلوا في فلوس في مكاتب العباد هذوما. معناها مساجي انا انكم كي تروا حاجه تحبوا تنسنسوا عليها والا ما عجبتكمش ونرفزتكم مش لازم تبارتاجيوها، مش لازم توريوها للعباد، خليها ما تحلهاش وما تتفرجش فيها على خاطر قاعد تربح فيه. هو مشكلته انه توصل الناس الكل تعرفه، هو الشيخ في مخه وفي قلبه كي يعرف العباد تعرفه بالباهي ولا بالخايب، دونك انت ما تخليهوش يوصل للوبجيكتيف هذاك وبطلوا البارتاج نتاع الفيسبوك واليوتيوب. فما عباد في اليوتيوب مستحقه لي فيو مستحقه البارتاج قاعده تعمل في خدمه باهيه سواء في الجيمينغ في التكنولوجي في السيانس في اللي تحبوا انتوما، هذوكم في شيره وساعة على الشابي والخرم في شيره فيديو يهبط تاع وحده رقاصه مصريه الى اخره يبدا يخزر لها قريب شي نقز عليها خش عليه ارنب اول مره يرى حاجه تتحرك الفيديو يتيح قرابه المليون في نهار. شنو هذا معناه تعرفوا فيديو فيه مليون فيو قداش يطيح فلوس والا لا؟ اللي ظهر لي تلموا لي يوتيوبرز الكل نتاع تونس ما عندهمش معناها مليون فيو، شنو الدناءه هذه؟ تعرفوا زادة اللي انتم حتى كانكم ماكمش موافقين على الشيء هذايا جوست تتفرجوا فيه خاطر التلفزه ما فيها حتى شيء، سي ديجا المخ يبدا يلم في المعلومات من غير ما يفيق بروحه ما يكونتروليش ما فيش فيلتر، هذاك الكل يعمل خراب في المخ ويبلبز الفكر ويبلبز النفسيه ويخلي العباد ديبريسيف ويخليكم بالطريقه اللي تحسوا فيها اليوم شبينا شبينا قلقنا فادين قلقين ندرى شنو ندرى شنو. العباد هذوما البيوت نتاعها انها تطيحكم وتجيبكم بالفلوس، يا عباد فيقوا يا عباد يزيوا اكهو حاجه ما تعجبكش ما تبارتاجيهاش ما تتميهاش ما تتفرجش عليها اصلا، بربي قاطعوا هالاعلام اللي كله دناءة اللي ضد الإسلام ضد الديانات الأخرى ضد التطور ضد الأخلاق كله عيب كله خمج ما في حتى شيء ما في حتى ثراء سي با بوسيبل. معناها كان جينا في بلاد الكفار حتى اللي يعبدوا في حجر عندهم أخلاق يحشموا قدام العباد ما يحكيوش بالمنطقة هذاك، يحشموا كيبدا عبد قدامهم يوقروه المسكين يسخفوا عليه مش
هي اللي بيك، هي اللي عليك، ها 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 هي هي هي، باش يوري هو السيد بطل والا رب قاعد غادي يحكم على العباد. ما زيدش نطول عليكم، نعرف اللي انتم ما تشوروا نورمال مو تعرفوهم الحكايات هذوما، وان شاء الله تونس كان احنا ما نقفلهاش، راهو العباد كيما سامي الفهري ونوف الورتاني هما اللي باش يهزونا في هاويه. ونداء للعباد اللي باسيوني واللي تحب تتفرج في حاجه ماهيش لقيتها في التلفزه، اسمعوها انتم، هبطوها في اليوتيوب، الناس الكل نعاونوا بعضنا في اليوتيوب ونتفرجوا فيها، وموها تبدا عنا فرجه، الواحد يشيخ في مخه يلقى حاجه التونسي هو انتجها ويشيخ عليها. كي تعبتوا من الكونسوماسيون ما عادش تلقاو ما تكونسوميو، حاولوا انكم تكونوا بلو برودكتيف وتصنعوا لنا انتم حاجات جديده. وان شاء الله ربي معكم الناس الكل، باي باي.